تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عسى المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من خلال شهر رمضان المبارك لبرنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن مستمعين، للتواصل معنا على الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. برنامج البث المباشر خلص، دخلنا برنامج صحة وسعادة. نتمنى اللي عنده أي موضوع يخص البث المباشر يأجل لي باشر خلال وقت البرنامج، لكن الآن يعني يفتح المجال كذلك لاستقبال ملاحظات وآراء واقتراحات الناس حول القطاع الصحي في إمارة دبي. عندي وايد ما شاء الله، الحلقة بتمر علينا بسرعة لأن أشوف الإعلانات زايدة هاليومين. زين، في رمضان طبعا تزيد الإعلانات فتقل، يقل عندنا الوقت المخصص للبرنامج، ولكن على طبيعة الحال نحاول نعطيكم المعلومة بشكل سريع وشيق. أول فقرة متوقف عند المشروبات الصحية في رمضان. بتكون معانا الحين الأخت لمية مصطفى، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. وش صبحك الله بالخير لمية، وكل عام وانت طيبة. صباح النور، الله يسلمك، وانت طيب، شو أخبارك؟ الله مبين عليك الصيام ليمة. لمية أنا بعد مبين عليه، ما قمت أقول أسامي صح. يعطيك العافية. الله يعافيك. عشان أنت بس صلحتك المعلومة، اسمي لمية مصطفوي. أنت بنت دكتور مصطفوي صح؟ تقريبا. اي ما شاء الله عليك، تفضلي يا لمية سامحيني. لا مسموح أخوي، أقول لك كبين للصيام. بنبدأ أول يوم مشي عادة يا لمية، يعني أول يوم رمضان مشي الله يخليك، ما منوقف عند وايد أشياء. بنبدأ يومنا، أول شيء كل عام وانتم بخير، وأتمنى إن شاء الله كل سنة وكل حول يا رب العالمين علينا وعليكم. بنبدأ أول شيء كما قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا تصحوا. الصيام هو وايد يناسبنا احنا، لان احنا وايد خربطنا كلنا، فاحنا الحين خاصه موضوعنا مش عن الاكل، موضوعنا عن المشروبات اللي نشربها اول ما نفطر. مثل احنا عد عوقنا احنا في الامارات هني عندنا البيمتو وعندنا عصير التانج. هالشيئين السفرة عندنا في بيوتنا ما تخلى منها. اول شيء شو هو البيمتو؟ البيمتو هو عباره عن عصير من عصائر المحببه في شهر رمضان، وعصير بنكهة التود. يعتبر البعض انه خلاص مصنوع من خلاص التود وكشمش الاسود، الا هي ان عصير يحتوي فقط على نكهات صناعيه واللون. يعني هو مش اصلا عصير طاز مثل شرابة التود، لا يعني مش يعني انتم كخبراء تغذيه ما تنصحون فيه تماما؟ لا طبعا لا. اوكي، يعني ها بيعصبون علينا الناس الحين، هذا جزء من العادات والتقاليد الحين خلاص. الغير الثاني اللي هو عصير التانج، هو نفس الشيء، يعتبر من البودرة المعروفة والمنتشرة بشكل كبير، مش بس حتى عندنا في الإمارات، منتشر بشكل عالم في العالم العربي كله، وتعتبر من العصائر البودرة من السهل التحضير، وتميز بذائق رائع وألوانها المتعددة اللي فيها منها كذا نكهة. يفضل ان تفصل. معروف دكتوره الحين الحين هالاشياء فيها اضرار، احنا شو نبدلهم بشو؟ نبدلهم مثلا عندنا الكركديه. الكركديه من المشروبات اللي قاموا وايد الحين يستلزمون بيها، لان فيها وايد
فوائد عليها غير عن المشروبات اللي أنا قلت لكم منها. شو هي فوائدها؟ أول شيء يقوي ضربات القلب، يقلل الميكروب اللي يجي على، خاصة حق اللي الناس اللي عندهم هذا عندهم واطي، المناعة عندهم واطية، بعدين مرطب يرطب وينشط الهضام، يستعمل كصبغة طبيعية حق الأدوية والأغذية طبعا خاصة حق اليهال، هاي هي مدرج البول والدبكرامة ومليان خفيف ومنخفض لارتفاع الضغط ومضاد للسقربوط وزيادة الخلايا الليمفاوية. بس الناس اللي فيهم الضغط عندهم دائما يكون نازل، احنا ما ننصح فيها لان هي اصلا يعني تداوي الضغط المرتفع انها تنزلها، بس الضغط النازل احنا ما ننصح فيها لان تنزلها بزيادة. ممتاز. دكتورة تسمحي لي بس أنا أطلع فاصل وأرجع أكمل معاك الموضوع، لأن ما ندخل في وايد أمور تخص خاصة أول يوم بالنسبة لنا في رمضان، لأن في وايد عادات ممكن نحن محتاجين ننتبه لها من خلال المشروبات اللي يعني ناخذها في رمضان. فاصل مستمعينا وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي عبر اذاعتكم المميزه دائما وابدا اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 6005514414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. مستمرين مع اخصائيه التغذيه العلاجيه في هيئه الصحه بدبي الاخت لميا مصطفوي. وقفنا دكتوره عند موضوع المشروبات الصحية في رمضان، فكنا نتحدث عن الكركديه وبعض المشروبات اللي لها فوائد. تفضلي دكتورة، سامحيني بس لأن الفاصل في رمضان طويل بعد. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. الشراب الثاني اللي بنتكلم عنه اللي هو قمر الدين، اللي هو أصلا عبارة عن ثمار المشمش المجفف، ويرجع سبب تجفيفه لقصر موسمه. زين، شو فوائدها؟ هي قمر الدين يعتبر مبرد وينعش الجسم، هذا أولا. يقوي شراب القمر الدين الأعصاب ويفتح الشهية، عشان تي وايد تشوفون الناس من يشربونها بس يبون يأكلون. هاي مش يعني هاي فايدة إلها، بس حق الناس اللي زيادة الوزن لا، هاي نحاول إحنا نقلل منها. فنقول لهم بدال ما تأخذون القمر الدين بخذوا اللي بدالها الكركديه اللي تكلمنا عنها إحنا من الأول. بعدين يزيد من مناعة الجسم، يهدئ الأعصاب، هي منخفض في السعرات الحرارية، مصدر وايد حلو حق الألياف خاصة المزكام اللي حق اللي فيهم إمساك، يساعد على خفض مستويات الكوليسترول ويعزز الرؤية لأن فيها فيتامين ألف. كيف يسوونها؟ طريقة تحضيرها، ينقع في الماء، ينقع مش الثمرة اللي هي القمر الدين هذه، تنقع في الماء يوم قبل ثم يقلب عشان التذويب، ويحلى. في ناس يحطون فيها سكر وفي ناس يحطون بدال السكر عشان يكونون أصح شوية، يحطون فيها عسل، وطبعا يقدمونها باردة. طيب تفضلي انت كملي، سامحيني. لا بكمل انا على مشروب ثالث. عندك سؤال فيها هاي؟ لا أنا كنت أبغي أنتقل لموضوع القهوة والشاي دكتورة. زين. يعني عندنا نحن في رمضان نستهلك يعني بعد الفطور كمية عالية من الكافيين، سواء من خلال القهوة من خلال الشاي، فأبغي بس أنوه لهذه المسألة وأيضا خطورتها كذلك على موضوع الصيام في اليوم الثاني. زين، احنا ناخذ الشاي والقهوة نقول والله خلنا ناخذ كمية عشان بس ثاني يوم يعني مثل تقول تمشينا عسب الصداع الأرق اللي ينا حق ثاني يوم. أصلا هذا أوكي، هو إحنا بناخذها بس كثرتها بعد تضرنا. إحنا لازم ما ناخذ كثرة كبيرة عشان ما تضرنا، يعني ترفع عن الكافيين وايد وتسبب لنا مشاكل صحية. أوكي ناخذ، إحنا لو بناخذ مثلا كوب بعد، طبعا مو بعد الإفطار على طول، عشان لأن أنت الإفطار قاعدين ناخذ إحنا الفيتامينات والمعادن، تاخذ الحديد اللي جسمنا يحتاجه. إحنا لو خدنا وراها مثلا الشاي والقهوة على طول بعد الإفطار، هالشيء بيخرب لنا يعني بينزل من امتصاص الحديد في الجسم عندنا. فلازم إحنا نأجلها على الأقل
45 دقيقة للساعة ممتاز بعد الفطور. ممتاز. طيب المشروب الثالث بعد اللي بغيت تتكلمين عنه دكتورة؟ المشروب الثالث اللي بتكلم عنه اللي هو التمر الهندي، اللي هي من المشروبات حتى اللي ناخذها احنا في رمضان في ما قلت، وهي غنية سوري لا غنية بالبوتاسيوم وسكر العنب، وفوائدها يروي العطش، بعدين يساعد على عملية الهضم، وايد تساعد على عملية الهضم، ويستخدم في كملين لطيف ومبرد ومنعش حق في حالات الإمساك مثل ما قلنا من ساعة بعد، ويستخدم عصير التمر الهندي لأنه يحتوي على مضادات حيوية اللي تفت المضادات الحيوية يطهو الجسم، يعني ينظف الجسم من الجراثيم، يستخدم في حالات ارتفاع ضغط الدم، ولا توجد أي محاضر للتمر الهندي حتى بالنسبة للحوامل والأطفال. جميل. هني أم محمد تقول السلام عليكم، مبروك عليكم الشهر، بما أنكم ذكرتوا الكركديه أقترح عليكم إضافة الجوافة بدون بذور مع الكركديه وشوية من السكر أو كوب من عصير الجوافة، لأن الكركديه حامض، فشو رأيك أنت دكتورة؟ والله احنا بالعاده احنا نقول بدون سكر، بس احنا بالعاده نضيف لها شويه عسل بس عشان نعطيها حلا اكثر. أي زين. طيب الجوافه بعد فكره حلوه يعني، الجوافة هي زين، هي يعني يعطي الطعم السكر اللي الواحد طعم يحتاجه. السكر اللي فيها. طيب شو بعد عندك دكتورة من مشاريب ثانية تبغين تتكلمين عنها؟ مثلا ان المشروبات العصاير الطازجه مثل الجوافه روحه، ولا عصير البرتقال، عصير الليمون، النعناع، يعني هذه الاشياء الطازجه اللي احنا متعودين عليها نشربها. هالاشياء اللي احنا متعودين عليها نشربها، بس من ناحيه ثانيه ان الاشياء اللي فيها الوان واللي فيها اصباغ هاي نحاول شوي نبتعد عنها. إن شاء الله. طيب الحين دكتورة، يعني في أشياء الواحد لازم يسويها مع أول يوم رمضان. نحن ما ندخل نتكلم عن شغلات معينة، بما أن ذكرنا الشاي والقهوة، أن الواحد ما يشرب على طول بعد الفطور. دكتور أعتقد دكتورة عشان أنه ممكن يعني يسبب امتصاص الحديد. لنا الحديد، اي إيه امتصاص الحديد. فهذه من الشغلات المهمة. شو تنصحينا على بداية اليأس على مائدة الإفطار؟ طبعا من نبدأ حاول نبدأ بتمر، طبعا ونحاول انها تكون يعني يا حبة أو 3 حبات 5 حبات عشان بس الإنسولين ما يضرب عندنا وايد، يعني ناخذها فردي ما ناخذها زوجي. ناخذ شوربة بعد دكتورة، يعني الشوربة زينة مع الفطور. الشوربة زينة لأنها فيها سوائل وتعوضنا عن السوائل اللي احنا فقدناها طول فترة صيامنا اللي هي تقريبا 14 15 ساعة. انزين، انت ذكرت ان نقلل الحلويات السكريات سواء من خلال العصاير، لكن شو بعد ممكن نسويه خلال فترة الافطار؟ لان دكتورة يعني معظم المشاكل اللي بتينا مشاكل اللي هو سوء الهضم او عسر في الهضم، المعدة. اي وعسر في المعدة، يعني هذه الشغلات اللي الواحد شيء بيصادفها. ثاني حتى انا غير اوكي ناخذ بس ما ناخذ كميات يعني بس ناكل يعني، لا مثلا نفطر على التمر واللبن نقوم نصلي نرجع نكمل فطورنا، جميل. لان يعني نعطي مساحة حق الجسم عشان انه شوي شوي يبدأ يهضم يستوعب انه خلاص احنا بدينا ناكل فترة الصيام الطويلة هذه، بدينا خلاص احنا بدينا ناكل صحيح. وهاي تأثر بعد. طيب بعدين كثرة شرب الماي احنا خاصة في السحور، قلت شربي ماي 2 3 قلاصين عشان بس ما تعطشين ثاني يوم، ترى هذا غلط. المفروض احنا نبدأ من الفطور لين للسحور واحنا نحاول كل شوي نشرب ماي صحيح، عشان على الاقل نحتاج جسمنا، اي على الاقل جسمنا يتهيأ ويخزن طول الوقت عشان فترة الصيام. يعني احنا مش مثل غيرنا اللي يقدر يخزن ماي في جسمه، لا المفروض ناخذ من المغرب لين فترة الصور. غيرنا منو دكتورة؟ الجمل يعني. طيب في الحامل والمرضع دكتورة، إذا بتعطينا بعض النصائح.
الحامل والمرضى، الحامل بعد تقدر تاكل الصوم طبيعي اذا ما كان عندها مشاكل صحيه، تقدر تصوم مثل يعني تتسحر على اذان اذان قبل اذان الفجر وتصوم يومها كامل عادي. بس وحتى المرضى يعني من الفطور لين السحور تاكل عدل، تشرب سوائل عدل، بيغنيها عن فتره الصيام هذه، عن فتره الامتناع عن الاكل. جميل. تنصحينهم بأمور معينة يفطرون عليها أو يزيدون فيها دكتورة، أو مشروبات معينة لازم يزيدونها؟ السوائل مثل ما قلنا مهم. يفطرون على شوربة مثلا، على اللبن. كربوهيدرات. اللبن هذا أول شيء، التمر واللبن هذا أول شيء، بعدين الشوربة، الكربوهيدرات، البروتين لازم يكون في أكلهم. مثلا إن الخضار لو يقدرون، الخضار، الفواكه، هالأشياء وايد بتساعدهم حتى طول اليوم، عشان ما يخسرون وايد فيتامينات ما يتعبون فترة الصيام هذه. تمام دكتورة، نحن أول يوم رمضان يعني ندعو للمستمعين كذلك إلى يعني الانتباه جيدا إلى وجبة الإفطار، لأنها ممكن تسبب لهم أزمات ومشاكل صحية كبيرة. أستاذة لميا مصطفوي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك تواجدك معنا وسعة صدرك ووقتك كذلك دكتورة، أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا وكل عام وأنت بخير. حياك الله، الله يسلمك، بخير. إذن مستمعينا نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم ونشوف الأنشطة والفعاليات اللي موجودة كذلك في هيئة الصحة بدبي، وأيضا ما نتحدث عن الكثير من الأمور اللي بتهمكم عن الصيام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. عاد أنا في الاستوديو يا جماعة الخير، على يساري نجاة السويدي وعلى يميني عيسى سبيل، زين، وفي شاشة في وجهي. هذه الشاشة حاطين سمة دبي وبرنامج طبخ، زين يعني لا وتتفنن الطباخة. شكرا، زين يوم انك غيرت حسيت فيني اخيرا. الواحد يوم هو صايم سبحان الله كل شيء يحلى في عينه، يبغى ياكل كل شيء. عموما متواصلين معاكم 600551414. رد البرنامج يا رجال، زين. ورسائل نصيه على 4006. ما ننتقل إلى موضوع نتكلم عنه مستمعينا على بعض الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك واللي تقام في مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي بهدف تعزيز التواصل والألفة والمحبة ما بين يعني المقيمين في المركز وأفراد المجتمع، وأيضا هذه رسالة سامية في الترابط والتكاتف الاجتماعي خلال هذا الشهر الفضيل، شهر التسامح، شهر التواصل، شهر الخير، شهر العطاء، كل المعاني الجميلة تتجسد في رمضان. ف يعني في فعاليات جميلة تقام في هذا المركز، يعني أنا أدعوكم أنكم أنتم تزورون هذا المركز خلال هذا الشهر. وين ومتى وكيف؟ هذه المواضيع كلها بتكون أو ما نتعرف عليها مع الدكتورة سلوى السويدي مديرة مركز سعادة كبار المواطنين. صباحك الله بالخير دكتورة وكل عام وأنت بخير. صباح النور، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير يا محمود والمستمعين بخير. آمين يا رب. دكتورة نحن نتكلم يعني أنتم معودين في كل رمضان عندكم مجموعة كبيرة من الفعاليات، فخلينا نتكلم عن فعاليات الشهر هذا بالنسبة لمركزكم وأيضا أوقات هذه الفعاليات. أوكي، طبعا برنامجنا في رمضان اسمه نسعد ببركم. نعم. هو مو برنامج جديد، هذه سادس سنة على التوالي يقوم مركز سعادة كبار المواطنين بتنفيذ فعاليات خاصة. صح. في شهر رمضان بهدف مثل ما ذكرت تعزيز التواصل بين المقيمين في المركز وبين المراجعين الخارجيين. الهدف ان احنا نشغل وقتهم في هذه الاوقات الثمينه من وقت رمضان اللي هو وقت التواصل والالفه والمحبه في انهم يكونون مع بعض.
جميل. بدأت فكرة الفعاليات هذه أو يعني أو برنامج نسعد ببركم من 5 سنوات. الفكرة شو؟ إن إحنا في المركز عندنا مقيمين كبار مواطنين من فئة المقيمين في المركز، وعندنا المراجعين الخارجيين اللي يجون فترة النهار. لاحظنا في رمضان إن المراجعين الخارجيين طبعا يكونوا صايمين في النهار فما يجون، فلا يجون الصبح ولا يجون في الليل، فطبعا يصير في شوية يتولهون على بعض يعني المقيمين والمراجعين الخارجيين شهر كامل ما يشوفون بعض. فكانت فكرة الملتقى الرمضاني أو برنامج نسعد ببركم إن إحنا نسوي فعاليات خاصة في فترة ما بعد التراويح، نتكلم عن من بعد التراويح مباشرة إلى منتصف الليل. نعزم أو ندعي الكبار المواطنين من فئة المراجعين الخارجيين عندنا ويقضون وقت مع الانبيشنز ويستفيدون نفس الشيء من كافة خدمات المركز، عشان ما يكون في انقطاع لفترة طويلة إنهم ما يسوون علاج طبيعي وما يشوفون بعض. جميل. طيب دكتورة، أهمية مثل هذه الفعاليات في شهر رمضان، وأيضا هل في محاضرات معينة ممكن تتعلق طبعاً بالتغذية طبعاً. أو محاضرات أنتم تستهدفون فيها مختلف فئات المجتمع؟ طبعا أهمية هذا هاي الفعاليات طبعا هي التفاعل والتواصل بين كبار المواطنين. ما نباهم في هذا الشهر الفضيل يكونون بروحهم. راح يكون في محاضرات دينية بشكل يومي مباشرة ما بعد التراويح، وهذا هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونوجه لهم تحية لأنهم ما شاء الله جدا متعاونين ويانا. من أسبوع عطونا البرنامج كامل بالمحاضرات واسم المحاضر والمحاضر البديل حتى في حالة لو المحاضر ما كان موجود لأي سبب من الأسباب. ففي محاضرات دينية بشكل يومي ما عدا العشر الأواخر، في محاضرات طبية، في محاضرات تغذية وتغذية سريرية، في برامج توعوية لكبار المواطنين، في برامج ترفيهية. نفتح المجال للزيارات سواء كانت من زيارات مؤسسات حكومية أو اتحادية أو حتى قطاع خاص لأيدر أو يعني يأمل زيارة الكبار المواطنين فترة ما بعد التراويح، أو حتى أنهم يسوون بعض الإفطارات الجماعية في المركز، في المركز وخارج المركز. في طبعا من ناحيتنا احنا في فحص طبي يومي للمؤشرات الحيويه لكبار المواطنين اللي يتم عن طريق التمريض وعن طريق الاطباء، اللي هو فحص السكر، فحص نسبه ضغط الدم، نسبه الاكسجين في الدم، والامور هذه كلها عشان نتاكد انهم صح صايمين وان امورهم طيبه يعني خلال صيامهم، وانهم ما يكثرون بعد شوي من الحلو ما بعد التراويح. زين. المحاضرات مختلفة والزيارات متنوعة. لغاية الحين عندنا يعني عدد كبير من المؤسسات اللي اوريدي حجزت علشان تيجي تزورنا، من ضمنهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة دبي للإعلام دائما يزورونا في كل سنة، ديوا عندهم برنامج توعوي وتثقيفي لكبار المواطنين، في بعض الجهات من القطاع الخاص مثل جنرال موتورز وشيسيدو ميدل إيست. يعني دكتور انتم شغالين اعتقد يعني انتم شغالين على مدار الاسبوع اظني، ولا تاخذون اجازه؟ الفعاليات المحاضرات موجوده على مدار الاسبوع حتى الجمعه والسبت. والجمعه والسبت يعني من 1 رمضان الى 20 رمضان محاضرات بشكل يومي، وفي فاله بعد بشكل يومي. ممتاز. البرامج نحاول نحن نخليها ايام الاسبوع بعد عشان شويه نعطي بريك حق موظفين انهم ياخذون ويكند مع اهاليهم. ممتاز. أيضا دكتور نحن نبغي نوجه دعوة كذلك للمستمعين اللي يحب يشارك في مثل هذه الفعاليات، شو لازم يسوي؟ بس يتفضل عندنا على المركز حياه الله، احنا موجودين في الممزر في شارع القاهرة بجانب عيادة أو مركز الممزر الصحي. شوابنا أو كبار مواطنين بيكونوا موجودين، أي حد ممكن يحضر من الجمهور يحضر معهم المحاضرة. محاضرة مثل ما قلت بتكون من 1 رمضان من اليوم، عندنا الشيخ اسماعيل البريمي راح يعطي محاضرة من اليوم لغاية 20 رمضان، محاضرات بشكل يومي مباشرة ما بعد التراويح. واللي بعد حاب انه هو يكسب الأجر بزيادة ويصلي مع كبار المواطنين في مسجدنا المتواضع بعد حياه الله. ممتاز. إذا الفعاليات بتبتدي بعد التراويح دكتورة، ما عندكم شيء على الفطور؟ على الفطور في عندنا أيام معينة راح يكون فيها إفطار جماعي.
طيب في فعاليات طبية، في شغلات ثانية بعد ما طبعا ذكرناها دكتورة؟ في محاضرات طبية، احنا عادة دائما يعني من ضمن الأمور اللي مركز سعادة كبار المواطنين يحاول إنه هو يوعي الناس فيها هو موضوع الزهايمر والخرف، دائما نحب إن احنا نتكلم عنه. في محاضرات عن الأكل الصحي في رمضان وكيفية التعامل مع حالات هبوط السكر، طبعا هاي من الشغلات الوايد مهمة واللي احنا نحرص على إن احنا نتأكد إن مرضانا هل هم قادرين إنهم يصومون ولا مو قادرين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني فالمرضى اللي نحس ان حالتهم ما تصلح طبعا من بداية رمضان يعني ننصحهم انهم ما يصومون. جميل. خليني بس نذكر المستمعين دكتورة بفكرة عامة عن الخدمات اللي تقدمونها بمركز سعادة كبار المواطنين بشكل عام، لأن هنالك فئتين من الخدمات اي طبعا للمرضى الداخليين وأيضا المرضى المقيمين يعني ومرضى الزائرين عندكم. طبعا مركز سعادة كبار المواطنين احنا تابعين لهيئة الصحة بدبي، نقدم خدمة الإيواء الدائم لكبار المواطنين اللي تنطبق عليهم شروط الإقامة في المركز، اللي انه شخص يكون مواطن من إمارة دبي 60 سنة فما فوق بتعريف المسن، بالتعريف العالمي للمسن اللي هو 60 سنة فما فوق، ويكون خالي من الأمراض المعدية، والشرط الأساسي إنه ما يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى. فإحنا دائما معانا في المركز أخصائية اجتماعية تتأكد أن المريض تنطبق عليه الشروط وأنه فعلا ما عنده أقارب من الدرجة الأولى. في هالحالة المركز هو اللي يقدم له خدمة الإيواء والرعاية الدائمة. في عندنا الرعاية المؤقتة أو الإدخال المؤقت للمسن اللي يكون عنده أقارب وعنده حد يهتم فيه، لكن هذا الشخص اللي يهتم فيه سواء كان ممرض أو خادم أو حتى حد من الأهل ما بيكون موجود لفترة معينة، أو بيسافر، أو الأهل مشغولين، أو حتى مرات الأهل يكونون مثلا يقولون لنا بنسوي صيانة لبيت المسن، فساعتها نقدر إن احنا ندخل الشخص كإقامة مؤقتة ماكسيمم لمدة 2 شهر. هذا بالنسبة للمرضى المقيمين. بالنسبة للمراجعين الخارجيين المركز يعمل كمركز داي كير سنتر أو مركز رعاية نهاري للمراجعين الخارجيين اللي هم نفس الشيء كبار السن 60 سنة فما فوق من فئة المواطنين، اللي ممكن يجون من 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 الصبح لغاية الظهر، يستفيدون من كافة خدمات المركز اللي هي الخدمات التمريضية، الرعاية الطبية المقدمة من أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة، العلاج الطبيعي أو برنامج إعادة تأهيل بكافة أنواعه، عندنا الخدمات الاجتماعية، الخدمات الترفيهية، عندنا خدمة وايد مهمة اللي هي التغذية العلاجية علشان نتأكد إن الشخص قاعد ياخذ الأكل المناسب لحالته الصحية. وإحنا عارفين كبار المواطنين أغلبهم عندهم أمراض مزمنة، يا أما سكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، فمحتاجين إن الأكل شوية يتضبط. جميل. فهذه أهم خدمات المركز، دعوة لكل الناس اللي هم حابين انهم ياخذون اجر في هذا الشهر الكريم انهم يزورون مرضانا، يزورون كبار المواطنين في المركز يوميا من بعد صلاة التراويح. جميل. دكتورة يعني معظم الأمور اللي ذكرتيها يعني تخرجنا من الصورة النمطية اللي تعرفين لدار رعاية المسنين. بالضبط، دور رعاية بالضبط. المسنين Exactly. اللي متعارف عليها واللي أيضا دائما لها صورة سلبية. لها صورة سلبية وحزينة واسم وايد أنا ما أحبه وأزعل يوم حد يقول لي، يعني يوم صحيح. يقول لي هذا دار العجزة، يعني يدخل عندي المركز واحد مضيع يقول هاي دار العجزة، فأقول له أنت شوفهم وبعدين أحكم لو كانوا عجزة. يعني للأسف محمود احنا عندنا الميديا يمكن المسلسلات يمكن صورت دراما صورة دراما هذه اشتغلت على السنين الموضوع هذا بشكل إنها أماكن حزينة، إنها أماكن وايد فيها نسبة كآبة وحزن، وهذا الشيء أنا أسمعه حتى من الناس لما يجوني يزورون المركز زوار. أسألهم دايما أحب أسألهم هالسؤال، إن أنتوا كيف توقعتوا المركز يكون؟ فوايد ناس منهم للأسف يقولوا لي دكتورة توقعنا ندخل نلقى شواب يصيحون لأن أهاليهم عقوهم في هالمكان وروحوا. لما يدخلون يشوفون الوضع، لا الوضع إيجابي، شوابنا يضحكون ويغنون وهم اللي يرحبون فيهم من عند الباب، تتغير الفكرة. هذا اللي احنا نبغي نزرعه في الجيل الجديد وفي الناس، ونحاول ان احنا نغير الفكرة. دور رعاية المسنين ما هو مركزنا الحين مركز إقامة ومركز رعاية نهاري، ما فيها شيء إذا المسن عندنا فترة النهار، بالعكس هو بيستفيد.
وفي شهادات حية لمرضانا الموجودين أصلا، مراجعينا الخارجيين في بعضهم صار لهم ملتزمين بالحضور إلى المركز من تاريخ افتتاح المركز من أكثر من 20 سنة. شو معنى هذا؟ معنى هذا لو كان المسن مو شايف أن المكان هذا جميل وكان هذا هو قاعد يلقى فيه راحته، ما كان راح يستمر أنه هو يجي للمركز لو صح. كان شايف المكان سلبي. فإحنا هذا هدفنا من خلال يعني من خلال زيارات المؤسسات، الشركات، الناس، طلاب المدارس، دائما نحاول نحن نغير، نشيل النمط السلبي أو الفكرة السلبية عن دور رعاية المسنين ونستبدلها بشيء إيجابي. حتى الاسم أنا تغير دكتورة، صار حتى مركز الاسم تغير، سعادة فما كبار يساعدنا المواطنين. طبعا بالضبط. وحتى كلمة كبار المواطنين أو مسمى كبار المواطنين حسستهم بأهميتهم. يعني أنا واحد من شوابي، أول ما صاحب السمو الشيخ محمد طلع قرار تغيير المسمى على طول ثاني يوم هم سوين له باج كاتب كبار، كاتب اسمه وكاتب من كبار المواطنين. يعني الاسم بالنسبة لهم فخر. فإحنا لما نتكلم عن هذه الفئة ونوفر لها مكان يوفر لها خدمات متميزة، بالعكس إحنا قاعد نشوف هذا المكان جدا إيجابي. نبغى الناس يحضرون، ما نبغى مثلا حد يقول لا والله أنا ما أبغي أودي أبوي هذا المركز لأن الناس بتاكل وجهي. للأسف أنا هم مرات أسمعها، لكن الناس لما تيجي وتشوف الخدمات المقدمة وتشوف إن هذين مو بعجزة، ما في يعني سوري، العجز عجز المخ يعني وليس عجز الجسد. والسن حتى، يعني السن مجرد رقم. السن مجرد رقم. بالضبط بالضبط. طيب دكتور، أنتو يعني تتبعون فلسفة الشيخوخة النشطة، هذا اللي تتبنونها في المركز، وهذا اللي نحن نشوفه كذلك أن تنعكس على تحسين جودة الحياة الحياة صح. لكبار السن أو كبار المواطنين. دائما عندكم هذه الفلسفة، فاشرحي لنا إياها. أوكي. طبعا الشيخوخة النشطة ترتكز على 3 محاور اللي هي احنا في المركز جالسين نسويها. أوكي. أولا الوقاية وعلاج الأمراض اللي هو احنا نسويه من ناحية طبية ومن ناحية تمريضية، نتأكد أوكي احنا ما نقول لك إن احنا بنعالج الأمراض، لكن مثلا مريض عنده سكري على الأقل نتأكد إن سكره مضبوط علشان ما تصير عنده المضاعفات مالت مرض السكر. سو موضوع علاج والوقاية من الأمراض، هذا البيلر الأول أو الركيزة الأولى. البيلر الثاني اللي هو موضوع الديسابيليتي، نحن نمنع الديسابيليتي، نمنع الإعاقة. مريض سوى عملية ركب وللأسف ما سوى enough rehabilitation أو ما سوى يعني تمارين فيزيوثيرابي كافية، تلقاه بعد العملية صار طريح الفراش، هذا شيء وايد يزعل. نعم. فإحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نمنع الديسابيليتي أو نمنع الإعاقة. والشيء الثالث واللي هو الأهم، يعني الشيء الثالث واللي هو الأهم، هو موضوع التواصل الاجتماعي اللي المركز يوفره لكبار السن. التواصل الاجتماعي، وجودهم في مكان يحسسهم بأهميتهم، إن الناس يجون من كل مكان عشان يزورونهم. هذا بحد ذاته لما المسن وجد علميا اصلا ان وجود تواصل اجتماعي او انشطه اجتماعيه معينه بشكل مستمر لدى كبار السن، هذا كان عامل من العوامل الرئيسيه اللي تمنع الزهايمر. فاحنا فعلا نشتغل على موضوع الشيخوخه الصحيه وكيف ان احنا نحاول ان احنا نخلي كبار السن، نخلي الشخص يكبر ويوصل لمرحله نقدر نقول ان هذا الشخص اكتف، هذا الشخص مسن نشط وسعيد، عن طريق الوقاية من الأمراض، منع الـ disability أو الإعاقات عن طريق العلاج الطبيعي والأنشطة الاجتماعية المختلفة. وعندنا أمثلة، يعني ما شاء الله أمثلة وايد جميلة لكبار المواطنين اللي تلقاهم فوق ما شاء الله يعني فوق 80 سنة، لكن تلقاه يروح ويرد ويسوق سيارته ويجي وهو بروحه يطمن على الشواب ويجيب لهم هدايا. هذا الشيء معناته ان هو شايف نفسه، ما هو ما يقول انا كبير. صحيح. انا دائما يعني انا العمر بالنسبه لي لا يعني شيء. وللاسف بعض الناس يقولوا لك انا لا 60 سنه مثلا، وكنا نشوف بعض الحالات في المستشفى شخص مثلا عمره 60 سنه ويتأول جلطه دماغيه في حياته وصار طريح الفراش، تلقاه ما يتعاون مع العلاج الطبيعي ويكتئب ويقول ويتوقع ان عادي عنده انه هو يكون طريح الفراش لانه عمره 60. هاي حالة. وحالة ثانية شخص فوق الـ 80 أو 85 وتلقاه بالعكس يعني نشيط ومو شايف نفسه أنه هو كبير ويمارس هواياته وعنده أنشطة اجتماعية مختلفة. صحيح.
الحين بعد على طاري الجلطات وكذا دكتورة، ما صغار الحين كلهم ينجلطون. اي صح، بس انه قصدي الواحد ما يحط في باله انه عادي ان انا استسلم للمرض، بس عرفت؟ نحن نتحدث دكتورة الحين، انا يعني عندي 3 دقائق بس بحاول اتطرق لهذا الموضوع، صح 3 دقائق عندي؟ إيه، بحاول اتطرق لهذا الموضوع على السريع في هذه الفترة، لأن يعطيكم العافية المركز ما شاء الله شهادتي فيه مجروحة أنا دكتورة، الله يسلمك. ومركز جميل جدا وحائز على رضا المتعاملين بشكل 100%، أعتقد ولا الحمد كم؟ لله 100% صح؟ 100%، الحمد انزين، لله. الحين دكتور أنا أبغي أتحدث عن الواحد كيف يستثمر في نفسه انزين وهو صغير علشان باكر ليكبر، اوكي، في 3 دقائق يعني قد ما انت تقدرين تتكلم عن تختصر. الوقاية، اي اوكي، واللي هو كيف الواحد يوصل لمرحلة انه هو يكبر ولا زال محتفظ ويكون بال يعني نشط كبير سن اوكي نشط. اوكي الرياضة طبعا هاي نمبر 1، الرياضة هي اهم شيء، ولما اقول رياضة اقول رياضة بمعدل 3 مرات اسبوع، رياضة منتظمة، يعني 3 مرات اسبوعيا وكل مرة نص ساعة، اي نوع من انواع الرياضة سواء كانت مشي جري ايروبيك whatever، المهم تكون رياضة منتظمة. الرياضة was proven أو يعني أثبتت فعاليتها في الحفاظ على طبعا كتلة العضل، الحفاظ على التوازن، الشخص يعني اللي يمارس الرياضة صعب إنه هو يطيح ويتعور ويصير عنده كسر، حال الشخص اللي ما عنده توازن لأنه ما يمارس الرياضة. فالرياضة هاي نمبر 1، الأكل الصحي طبعا والاحتفاظ بوزن مناسب، وزن يعني ايديال مثل ما نقول، ولو تلاحظ يعني محمود كافة المعمرين وايد نادر انك تلقى واحد معمر وهو سمين صح او وزنه زايد، تلقى كل المعمرين ضعاف. صح فالوزن الصحي، وفعلا وهي حتى دراسه سووها حتى على ليفل الحيوانات، ولاحظوا انه لما يقللون السعرات الحراريه اللي يتناولها الحيوان معدل اعمارهم يطول. فالرياضه، الوزن الصحي والنوم الصحي لانه وايد له تاثير جدا على نشاط المخ وعلى الذاكره. وفي معلومه شويه تخوف حتى سمعناها مؤخرا في مؤتمر، انه حتى واحنا صغار واحنا نسهر، سواء حتى احنا كاطباء لما كنا نسوي انكول ومناوبات وهذا، فترات السهر هذه تترك سكار او يعني اثر، ما اعرف شو السكار بالعربي، او يعني مثل علامة ندبات في المخ، وهذه eventually تأثر على الذاكرة. فيعني موضوع النوم جدا مهم بالنسبة للحياة الصحية. بالنسبة الدماغ أصلا في فترات النوم، في ساعات معينة من مراحل النوم يبتدي هو أصلا إنه هو يعني يحاول يشل السموم ويشل البروتينات اللي ترسبت في المخ، فكأنه يسوي ديتوكس حق نفسه. فهالأمور ما راح تصير لو شخص يعني كان عنده نمط حياة أنه طول الوقت يسهر وأكله مو بصحي وما يمارس رياضة. فهالـ3 أشياء وايد مهمة، الرياضة جميل، والوزن الصحي والنوم أحسنت يا دكتورة. نحن والعلاقات الاجتماعية. وأهم شيء في كل الأحوال أن الواحد يعني حسبة أن العمر مجرد رقم يا مجرد جماعة رقم ويكون إيجابي ويكون ويعيش، يعني إيجابي ما في يقول هذه لا أنا المسألة. يعني ما يحاول يخش عمره، يعني ترى في النهاية أنت هذا عمرك اللي الله عطاك إياه، بس صحيح you should enjoy it، يعني صحيح يستمتع فيه في كل لحظة. أحسنتي. دكتورة سلوى السويدي استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدوين، حشاكرين لك، وأيضا نكرر الدعوة كذلك للمستمعين الكرام اللي حاب يشارك في فعاليات المركز، يمكن أن يتوجه إلى مركز سعادة المتعاملين الواقع في منطقة الممزر بالقرب من مركز مركز المنزل الممزر صحيح. الصحي. شكرا لك دكتورة، شكرا لك نجاة شكرا. السويدي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلوي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.